مرحبا حبايب قلبي، كيفكم اليوم؟ ان شاء الله تمام. اليوم حبايبي ان شاء الله بدنا نعمل كيكة الشوكولاتة. كيكة ان شاء الله سهلة وتعجبكم. عندي هون حبايب قلبي كاستين ونص طحين، بدي اشيل منهم 3 معالق طحين، حط بدالهم 3 معالق كاكاو. طبعا هون عندي كاكاو يعني مو محلى، كاكاو سادة، كاكاو مر يعني، بكون لونه طبعا غامق. انتو فيكم تزودوا حسب اللون اللي بتحبوه. عندي هون كاسة سكر، نص كاسة زيت، كاسة حليب تكون فاترة، 3 حبات بيض كمان بحرارة المطبخ، وعندي معلقة كبيرة بيكنج بودر ومعلقة صغيرة فانيليا. هاي كل المكونات. بس لخلص مكونات الكيك ان شاء الله بدي اقلكم عن مكونات الصوص اللي بنحطه فوق الكيك. خليكم معنا. هلا اول شي حبايبي بدي انزل البيض. بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا البيض مثل ما قلت لكم بحرارة المطبخ. هون عندي 3 حبات بيض، بدي انزل فوقهم معلقة صغيرة فانيلا. بدي انزل اول شي حبايب قلبي بدي اخفقهم. عندي هون المضرب الكهربائي، بدي اخفق البيض كتير منيح حتى يتضاعف حجمه وتغير لونه. هلا شايفين حبايبي كيف تغير عندي لون البيض وكيف نفش. كل ما انخفق البيض معي كتير منيح، كل ما نفش معي قالب الكيك كتير منيح ويزبط معك ان شاء الله تمام. هلا حبايبي رح نزل فوقهم السكر. بسم الله الرحمن الرحيم. اخفقهم كمان مرة مع البيض. شايفين حبايبي كيف صار عندي الخليط كريمي؟ شايفين؟ هيك لازم يكون عندي. هلا هون عندي البيض والسكر صار عندي بهالطريقة هاي. هلا بدنا ننزل فوقهم نص كاسة زيت مثل ما انكم شايفين. طبعا انتو فيكم نفس الحجم، يعني الكاسة نفس الحجم كل المقادير. مثلا الكاسة عندي تكون سكر، نصها تكون زيت. كاسة اي كاسة عندكم بالمطبخ نفس المقادير بنفس الكاسة. هلا هون عندي كاسة الحليب الفاترة كمان بدي انزلها. بسم الله الرحمن الرحيم. بدي اخفقها كمان شوي. كل ما انزل حبايب قلبي مقدار بدي اخلطه مشان يطلع عندي الكيكة زابطة ونافشة ان شاء الله. هلا حبايبي بعد ما خلطت كل المقادير السائلة مع بعض، هلا بدي اشيل هاي الخفاقة مشان الطحين ما بدنا نخفقه بهاي. عندي هاي مثل الكف يعني، هدول مشان عجن الطحين مشان تخلطهم، يعني تقلبهم تقليب مو تخلطهم خلط. هلا عندي هون الطحين انا ناخلته، بس الافضل انخله فوق المواد السائلة مشان ما يطلع عندي تكتلات، مشان انزله مع عفوا مشان انزله كمان هو والبيكنج بودر والكاكاو مع بعض، عشان كمان الكاكاو احيانا يتنزل من دون ما بينخف من دون ما نخله بصير عندي تكتلات وصير صعب انه اخفقه. انا عندي كمان بيكنج بودر كمان بدي انزلهم، هلا الكاكاو كمان. شايفين حبايبي الكاكاو كيف ضل التكتلات؟ اذا نزلته مثل ما هو راح يضل عندي صعب انه ينخلط. هلا هيك صار عندي تمام كل شيء. هلا بدي احط هذا الكف وابدا اخفقهم مع بعض. هلا حبايبي بدنا نبدا نخفقهم.
اول شيء قبل ما نشغل الخفاقه بنخفقهم شوي هيك عشان ما ينتتر عندي الطحين. طبعا حبايب قلبي قبل ما نبدا لازم نكون شغلين الفرن على درجه حراره 180 من تحت، بس من تحت، بس تستوي عندي من تحت ارفع القالب لفوق مشان يستوي من فوق. الاخر درج هلا هيك حبايب قلبي صار عندي القوام، شايفين كيف؟ لا سائل ولا جامد، هيك لازم يكون عندي القوام، شايفين؟ هلا راح نشيل المضرب لنجهز قالب الكيك. هلا حبايب قلبي عندي انا هذا قالب الكيك اللي بينفتح هيك مثل ما انكم شايفين. هون عندي من تحت بدي احط له ورقة زبدة، الافضل انه احط له ورقة زبدة بهالطريقة هاي، بعدين دخل القالب بهالطريقة هاي واكبسه وسكره. هيك بصير عندي هالطريقة، وهاي الاطراف كلياتها بدي قصها، كلها بدي قصها هاي، وبدي ادهن هون عندي قطعة صغيرة زبدة بدي ادهن الاطراف وشوي من تحت عشان انزل الكيك. هلا حبايب قلبي بعد ما قصيتها للورقة الزبدة بدي ادهن القالب بالزبدة هيك بهالطريقة هاي، شايفين كيف؟ ودهنة خفيفة من تحت. الطريقة هيك صارت عنا تمام. هلا بدنا ننزل الخليط تبعنا بالقالب عشان نحطه بالفرن. بسم الله الرحمن الرحيم، شايفين اللون احلى، انتو حسب كمان الكاكاو اللي عندكم فيكم تزودوا او تنقصوا. هيك صار عنا تمام. هلا حبايب قلبي بدنا ندق شوي عشان تطلع عنا فقاعات والهواء يطلع معنا. هيك صار عنا تمام. هلا راح احطه بالفرن ان شاء الله ليستوي من تحت، بعدين ارفعه من فوق، لان هو بالشوكولا يعني كمان ما في داعي نشغل عليه من فوق، خلاص هو بيستوي من تحت من فوق مع بعض. هلا هيك حبايب قلبي بعد ما طلع عندي قالب الكيك من الفرن، شوفوني ما شاء الله عندي كيف نفش كيف طلع عندي. طبعا ضل عندي بالفرن 3/4 ساعة تقريبا، وانتو حسب الفرن طبعا اللي عندكم، ما شغلته بس من تحت استوى هو من فوق من تحت مع بعض. هلا حبايب قلبي بدنا نغطي القالب نتركه على جنب، بدنا نعمل صوص شوكولاتة. هلا حبايب قلبي عندي هون طنجرة صغيرة بدي نزل كاسة حليب، بدي نزل كمان 4 معالق سكر، لأني عندي الكاكاو عندي معنى حلو كاكاو مر عشان يتحلى شوي معنا. هاي 4 معالق سكر، بدنا ننزل له 3 معالق مليانين كاكاو. بسم الله الرحمن الرحيم مثل هيك، هاي معلقتين وهي 3 معالق. هلا حبايب قلبي بدي احركهم مع بعض كتير منيح، شغل تحتهم الغاز وضل عم حركهم لحتى يغلوا عندي. قبل ما يغلوا يعني بس يغلوا عندي بدي انزل لهم قطعة كبيرة زبدة يعني تقريبا معلقة مليانة. هلا بدي افضل حرك فيه لحتى يذوب عندي السكر ويغلي عندي المزيج. هلا حبايب قلبي شايفين عندي المزيج كيف تقل عندي وغلى. هلا بعد ما غلى بدي انزل له قطعة من الزبدة، بدي حركها كتير منيح لحتى تذوب مع المزيج، هيك يكون صار عندي مزيج شوكولاتة صوص شوكولاتة جاهز. هلا حبايب قلبي مشان قبل ما انزل الصوص على قالب الكيك بدي اعمل شوية ثقوب بالقالب مشان ينزل مع الصوص، يعني الكيكة تتشرب عندي الصوص من الداخل، يعني نعملها هيك بالطريقة هاي شوية ثقوب
هيك بدها اخزقه كلياته. هلا حبايب قلبي بدنا نبدا ننزل الصوص. بسم الله الرحمن الرحيم، نبدا ننزله من النص، ننزله من النص هو بيبدا يتوزع الكيك. شايفين كيف؟ هو راح يتشرب أول بأول، يعني شوي شوي راح يتشرب الصوص. هلا حبايبي ما بدنا نزينه يعني ونعجقه كتير للقالب، هيك هو شكله حلو. بس عندي هون حبات اللولو، هذا الألوان هدول بدي احط لهم هيك بالطريقة هاي مثل ما انكم شايفين. هيك بيطلع شكله كتير حلو. هو قالب يعني الكيك بالشوكولا ما بده كتير زينة. هيك بكون صار عندي جاهزة. هلا رح اورجيكم قطعة ان شاء الله وشوفكم اياها. هلا حبايب قلبي رح اقطع لكم قطعة وورجيكم اياها. شوفولي ما شاء الله على هالمنظر الارتفاع. شوفولي حبايب قلبي ما شاء الله عندي الارتفاع كيف نافشه. شوفولي منظره بتاخذ العقل. شوف هلا رح اورجيكم كمان قديش انها طريه. شايفين يعني هي الطريه كتير وهشه. حبايب قلبي ان شاء الله تكون عجبتكم طريقتنا لليوم. اذا عجبتكم لا تنسونا من دعمكم والاشتراك بالقناه وتفعيل الجرس ليصلكم كل جديد. ان شاء الله الف صحه وهنا يا رب.